مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن مستيك الهوجن 8، الكرسي بتاع بعض الشالتة زي ما انتم شايفينها قدام حضراتكم اهي، فاحنا هنبدلها، جبنا واحدة جديدة. هنوريكم طريقة التركيب ازاي، بدل ما تروح للصنايعي وتكلف نفسك تركبه لوحدك. فخليكم معانا خطوة خطوة. أول حاجة هنحل اللي الجنبين دول، أي مفتاح بيبع 10 تكون معاك. هنخرج الجنب ده، هنا ايه، في مسمار اهو زي ما انت شايف، هذا هو هتحله. في الناحية التانية زيها هروح نشوفها. ودي الناحية التانية برضه هنحل المسمار بتاعها. المسمار بتاعها هنحله، هنخرج الجنب الثاني. وإذا المسمار الثاني هذا هو، هنفكهم واحد واحد. ونخرج الكرسي، طبعا هنحلها زي بالشكل ده. ونحل الناحية التانية، عملية سهلة وبسيطة، يعني مش هتاخد منك وقت كتير، وتشده براحتك وعلى مهلك. هروح الناحية التانية نفس النظام. كده حلينا المسمارين، هيخرج معانا الكرسي بكل سهولة. هذا هو زي ما انتم شايفين، هنفك القديم ونفرجه. بس طبعا القديم بايظ زي ما انتم شايفينه كده حضراتكم قدام الشاشة. هنجيب الجديد ونركبه. الجديد جبناه أسود لون الكرسي. طبعا بعد ما قفلناها حضرات قدام حضراتكم كده هيبقى بالشكل ده كده.
وبالشكل ده هنقفله. هنحط دي السن ده كده، هنركبه هنا عشان يبقى ماسك كده الأول. أيوة كده. وهنروح إيه مقفلينه مظبوط، هيبقى بالشكل ده كده. هنروح مربطين المسامير زي ما كانت، فأنا هوقف الفيلم عشان ما اطولش عليكم. هنربط الناحية التانية. وبعدين نقرط عليهم. طبعا ايه، انتهينا كده من عملية التثبيت. ثبتناه كويس زي ما شايفين قدام حضراتكم كده، ما بيتحركش كده. هنقفل الجناب زي ما كان. هنركب كده بالشكل ده كده. ونربط. كده بقى 100%. هنروح على الناحية التانية نقفلها. هنقفل الناحية التانية. وبقي بالشكل ده زي ما رجع كده سليم زي ما انتوا شايفين. فاللي عجبوا الفيلم ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.